السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نقاط قوة ونقاط الضعف، يعني وين شاهدنا الدولي السابق يعلق على تكتيك هذا المشرف مع المنتخب الوطني. يعني تكتيك هذا وين تحدث الدولي الجزائري السابق عبد الحليم بن مبروك، يعني عبد الحليم بن مبروك اللي كان لكاتر باسيس، لو كان يهدر ماجر شكون اللي يرد، شكون اللي يرد ماجر في اف سي باري، شكون اللي يرده؟ هذا بن مبروك هو اللي يرده. كانوا يلعبوا مع ليز ارجنتين وبغاو يدوروها على ماجر وكلش، هو وقف معاه وقف معاه قلبو رب. هذه هي العاب هذو حصلوا فيهم وعايلوهم، يعني من بكري كانوا يحصلوا، زارو كانوا يحصلوا في ليزابيت ليزافريكا بكري كانوا يحصلوا من إليميني، يحصل لك في كيما نهار 86 حصلوا كلش في سعدان، وحصلوا في اللعابة وحصلوا في عبد الله مجادي، حصلوا فيه كاع ما خلاوش ما خلاوش ما خلاوش، يعني ما جبدوش ناس وحد اخرين. قندوز بلطت تحت كراعه وفاتت، راح مركها بيبيطو ايوم بعد قال لك يا ودي، قال لك عبد الله مجادي وليد الكلش ويا بلطه تحت كرع قندوز، روحوا شوفوا البارتيه شوفوا شوفوا. وين تحدث الدولي الجزائري السابق عبد الحليم بن مبروك عن اداء يعني المشرف مع المنتخب الجزائري، لا سيما انه بات يتلقى مؤخرا انتقادات يعني كبيره بسبب ضعف تكتيكي، يعني ماشي يعني هذا ضعف، يعني وين ضعف تكتيكي تالي تشوف انت يا واحد يهضر لك لعبنا بعشرة، قال لك يا ودي كون لعبنا بحداش كنا غادي نربح. من بعد موراها عام، من بعد ماشي واه عام 2022 مع السويد لعبنا بعشرة، قال لك لو كان لعبنا بحداش السويد كنا غادي ناكلوها صح. من بعد عام، من بعد تلاقينا مع عام ليشان، تلاقينا مع مصر لعبوا لنا بعشرة، مصر لعبوا لنا بعشرة، قال لك لا، قال لك لي يلعب بعشرة يلعب بخطة خير من اللي يلعب بحداش. هاك كيما هاكا نولو نلعبو بعشرة، وعلى نقلعو واحد نقلعو جوال نولو نلعبو بعشرة باش نجيبو كوب دافريك. هاو نتوما هذا التخمام تاعكم، هذا هو التخمام تاعكم، على بالكم هذا التخمام تاعكم نتوما الهيصر الهيصر الهيصر، هذا هو التخمام تاعكم. تونس جات ما بغاش تلعب بنا، طنزانيا بلعت لنا، السنغال خطة عالمية ربحنا، مصر لعبونا بعشرة، كون لعبونا بحداش كنا نضربوهم حداش على بالنا. يأمنكم لي يعرف البولة تاعك يأمنكم لي يلعب بولة تاعك يأمنكم ولا؟ وقال بن مبروك في حوار مع صحيفة أفريكا فوت أن تكتيك هذا المشرف ليست كافية للهجوم على أساس ثبات، أضاف نشعر بالحذر الدفاعي في مركز يعني مراكز اللاعبين مع الاندفاعات الهجومية التي تنفذ على الهجمات المرتدة بشكل عام. وأشار الدولي الجزائري إلى أن هذا المشرف يعني يعني من نقولوا باللي خاصة ما زال خاطش عليه، حنا دائما نقولوا باللي التشكيلة أساسية ما زال ما لعبناش بتشكيلة باينة هكا باينة اللي غادي نلعبوا بها ندخلوا نلعبوا بها، حتى كونت صومال ما زال ما بانتش، ما زال حنا كان عندنا تشكيلة، كان نبول حي عطال بن سبعيني بن عمري ماندي قديورة ما كانش قديورة زروقي كيسموه بن ناصر فيغولي محرز بلايلي بونتح، هذه كانت باينة يمكن غادي تشوفوها، يعني يمكن القوه غادي تشوفوها زعما المنتخب الواحد اللي غادي يلعب بلاعبين يعني راهم من 2010 2010 2014 13 المنتخب الواحد، انا يمكن غادي المنتخب الواحد نشوفوه يعني بقوه في الاخرى هذه. هذه هي
يعني ويرى بالمبروك انه مع اللاعبين الموهوبين على مستوى الخط الهجومي يمكننا ان نصنع الفرق في اي وقت، لكن يجب وضع خطه مناسبه لكل يعني لكل يعني بدخول اي تشكيله وقراءه المنافس احسن قراءه. وقال اللاعب ذاته ان يجب عليه دائما من ايجاد التوازن بين المقصورات، يعني مشير الى ان الخصوم درست طريقه لعب كتيبه محاربي الصحراء بعنايه، ما يؤكد ان هذا المدرب سيجدد نفسه مع كل خصم. ليه هنا لا ما يعني وين ولاو الارواتو وين ولاو يغبنونا؟ شوف دوزيام ميطو على واحد الايامات كنا نقول لكم دوزيام ميطو النيفو تاعنا يطيح، هذاك ماشي النيفو تاعنا. ضربوا لكم كيفاش يعني يقول لك الخطه، يقول لك الشوط الاول تاع اللاعبين الشوط الثاني تاع مدربين، حنا الشوط الثاني مدربين ولاو ينجموا على هذا المشرف، خاطش على ما يغير لا خطه ما يغير اللعب ما يغير والو والو. 11 يقلع 11 يدخل 11، 9 يقلع 9 يدخل 9، 7 كيما هكا. هذه هي كاش حاجة جديدة تشوفها، تشوف تغير الخطة، تغير الخطة، تشوف الخطة وين تفيق بها باللي تغيرت في الميليو تيرا. مي كان مودريتش، مودريتش كان يقطع الريال كيف كاز كي مودريتش، هو كي يزغد مودريتش الخطة تتغير، الرسم التكتيكي يتغير من الميليو تيرا تقلبه. هذه الناس اللي تعرف بولا، خلينا من الناس اللي يبغوا يسمعوا لاخر شهر يجي يعاودها، لا نقول لكم شكاين يعني خصوص ونحن لدينا لاعبين جدد سيمنحنا المزيد من الخيارات في المستقبل. وحسب المتحدث يعني لن يلجا هذا المشرف الى اللعب الدفاعي لانه اللعب المنتخب الجزائري مبني على الهجوم، كما انه يمتلك مهاجمين جيدين انضموا مؤخرا الى المنتخب الوطني الجزائري. بس شكون يا ودي هذا؟ ما بغاش يفهمها، ها ما بغاش يفهمها، ما بغاش يفهمها اخويا. كي تروح تهضر معاهم يقول يزعفوا الناس، تزعف الناس، تزعف خويا. بغاش الناس تفهمها بلي ودي لعابه هذو اعطيه بلونشي ما تاعك ماشي انت. اماك مثال باش تعرفوا بلي كل خطه كل مدرب ويستعمل الخطه حسب اللاعبين وامكانيات اللاعبين اللي عنده. كيما نهار اللي جا كيروش لمصر، كيروش كي يلعب بامكانيات بسيطه برك، تاك 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 امكانيات بسيطه، ولا يحط الخطه تناسب اللعابه تاعه. هذا مكان ويقرا لادفيرسير، هذا مكان نجح بها. حنا لا، حنا لو غادي يجيب مارادونا يلعب كيما الخطه اللي كان عنده غديولا، بكل احتراماتي غديولا، غديولا كان رابد الرون، كان رابد، كان رابد غديولا. بصح غديولا وين هذا المشرف؟ وين الغلطه اللي دارها تاع غديولا؟ كو جاب عيسى العيدوني كنا ما نحسوش باللي غديولا راح، كنا ما غاديش نحسو باللي غديولا راح، ما غاديش نحسو بها. لكن تعجرف والنتائج الديكتاتورية وكلمة خط الأحمر هي اللي خلات كيما هكا، هي اللي خلات كل شرح لنا. هذه يا خويا غادي نقول لهم هذو كي تهضر معاهم ولاو يزعفوا 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 يزعفوا، يقول لك انت راك كونت، هذا يكره يعني راه تربع عليا يكره كونت. عشينا داخلي في حيط معاكم، اه والله مازال يهدر هذا، يهدر بالريش. تربح روح، بغيت تروح روح، روح روح، قولي ساردينا روح.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيد.